كابتن سيد يعني اللي قاله الكوتش ده، يعني الناس ما تعرفش الضغوط، يعني 12 بطوله على التوالي ما جاش من فراغ، والسنه دي بطوله غاليه عليكم لان هي جت بعد مشقه. والله يمكن يعني 12 بطوله ورا بعض ده بالنسبه لنا حاجه ريكورد كويس وحاجه جميله، بس هو سبحان الله يعني يمكن عشان انا كبير شويه زي ما انت عارف في السن يعني، فانا عاشرت ناس شاركوا في ال 12 فعلا. في ال 12 دوري ورا بعض، بس انا ببقى فرحان دايما يعني لما يبقى في حد جديد بيلعب، انا نفسيا ببقى مرتاح وفرحان وعندي ثقه، وانا ده بيديني انا ثقه وانا بلعب. وبتزقهم وتقف وراهم. كلهم اخواتي، ما فيش كل الفرقه اخواتي، حتى يعني اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش كلهم الحمد لله اخواتي. مين يا كابتن الاسماء برضو يعني بصفتك كابتن الفريق قول لنا مين الاسماء وعرف الناس لك باسامي مثلا الأبطال. محمد البيالي، خالد عصر، محمد شومان، عمر بدير، يوسف عبد العزيز، شادي مجدي، كريم عبد العزيز، دول مش اخواتي يوسف وكريم، في مروان عبد الوهاب ومحمود اشرف حلمي، ويمكن في كمان الصغيرين اللي مكملين واحمد البرامي ومروان جمال، في ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين. يعني هم مش دول الثمانيه بس، يعني دول ثمانيه ومعاهم اصغر شويه اصغر منهم في السن موجودين عشان يكملوا معانا ان شاء الله في ما شاء الله. يعني يا كابتن يعني برضو يعني حاجه كويسه جدا ان الكابتن اشرف كمان يقول ان انت في ظل غيابك اللعيبه كانت رجاله وقفت وقامت عليه. ما هو الحمد لله يعني حتى لما انا كنت موجود ما كنتش بكسب لوحدي، يعني هم الحمد لله كانوا بيكسبوا وانا بكسب معاهم، يعني احنا الحمد لله يعني يعتبر ايد واحده ومش حد بيكسب لوحده، بس يمكن المره دي عدم وجودي في الماتشات تمام. الدوره الثانيه انا اتصبت واحنا رايحين على الاتوبيس. طب قول لي الاصابه يعني الاول اللي طمن شد في السمانه من غير مجهود، يعني داخل العب كوره كده سهله بعد ساعه في التمرين، فقضاء ربنا وقدر الحمد لله. واحنا رايحين قبل يعني في التمرين اللي قبل ما نركب الاوتوبيس اكيد قلبك حساباتك يا كابتن. طبعا اكيد يمكن اول يوم ريحت خالص ما رحتش الصاله، خدت راحه كامله في السرير عشان يمكن تفك، وزميلنا يعني حبيبي واحد في النادي الاسماعيلي جالي وعمل لي مساج وعمل لي تظبيط، اخو واحد حبيبي عملها لي، اخو كابتن حازم تمام اسلام، عمل لي المساج وجلسه وبتاع. بس سبحان الله دي الصوره بتاعت حضرتك مع الدرع كابتن سيد يعني دي حاجه لحظات مش هتتنسي ابدا. ما قالوا لي حط كمامه بس انا ايوه مش ملتزم بطبعي يعني. حط طبعا بس الصوره تشيل الكمامه ما لازم مش هنتعرف. فحاولت اجتهدت كتير عشان اعمل يعني اقدر الحق الماتشات ما قدرتش، بس السمانه ده موضوع بس صعبه في لعبتنا كمان، رجل يمين كمان بالذات هي اكتر حاجه بتشتغل يعني فالحمد لله يمكن فرحتي بالفرقه اكتر يعني بكتير قوي ده من الدوري الدوري غالي عليا عشان انا مش ما لعبتش فيه بس انا فرحتي ان في اخواتي الحمد لله رب العالمين قادرين ان هم يكسبوا من غيري، فدي حاجه جميله. كابتن فرقه كابتن ده خلي بالك طيب بارك واحتضانه للعيبه نموذج. بص حضرتك يعني حاجه يعني لو تنس الطاوله فيها خمسه زي سيد لاشين يعني كان يبقى الموضوع حاجه ثانيه خالص. شفت يا باشا بقى؟ ما زي ما بقول لك كده مين اللي هيشهد للعريس؟ بالظبط مين اللي هيشهد للعريس؟ خلي بالك هو عريس الليله طبعا بس طبعا مش هادي. كابتن اشرف اكيد هو خلاص يعني هو اخويا قبل ما يكون هو رئيس الجهاز او المدير الفني بتاعي هو اخويا يعني. ما شاء الله على الروح يا كابتن، الروح دي الحمد لله رب العالمين هتلاقي مصدرها باذن الله انت. الحمد لله. يعني انت اللي عامل الروح دي يا كابتن. الحمد لله الفرقه كلها علاقتها حلوه واللعيبه علاقتهم حلوه ببعض والجهاز الفني علاقته حلوه ببعض. طب قول لي يا كابتن